هنعمل مع بعض النهاردة جاتو الفادج باتنين بيضة، هيطلع معاكي دستة جاتو فادج. تعالي نشوف هنشتغل ازاي مع بعض. بفكرك بس باللايك والشير. معايا هنا اتنين بيضة، هحط عليها ربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وهحط عليها كمان 300 جرام من السكر، يعني كوباية ونص من السكر، لكن شوية شوية، يعني ربع كوباية بربع كوباية، لغاية لما تعمل معايا فوم وتعلى والسكر يدوب كويس قوي قوي مع البيض. اهم حاجة ان السكر يدوب كويس ويعمل معاكي فوم، عشان هو ده اللي هيعوض لك مقدار الاربعة بيضة هنعمله احنا ببيضتين بس، لكن بالفوم العالي من البيض والسكر. معايا بعد كده 200 جرام من الزيت. ال 200 جرام من الزيت يعني 3 ارباع كوبايه من الزيت، برضو نفس التكنيك، شويه 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 الزيت يروحوا، انزل غيرهم لغايه لما اخد القوام الكريمي الحلو اللي انت شايفاه ده. بعد كده بقى هنزل كوبايه من الحليب، يعني 200 جرام من الحليب، برضو شويه شويه لغايه لما يختلطوا كلهم ببعض ويبقى قوام سائل. وبعد كده هبتدي انزل 260 جرام من الدقيق. الدقيق اللي عندي ده دقيق متعدد الاستخدامات، بنخله مره واتنين لغايه لما يبقى يعني ما فيهوش اي كتل. كمان هنزل عليهم 3 ارباع كوبايه من الكاكاو الخام، يعني حوالي 70 جرام من الكاكاو الخام. هديهم تقليبه كويسه مع بعض، يختلطوا كلهم كويس كويس. هجيب بعد كده 2 ساشت من مصر كافيه اللي هو النسكافيه، وبعدين هقلبهم في 3 ارباع كوبايه من الميه المغليه، ميه سخنه قوي مغليه، وهنزل هنزلهم كاملين كده على الخليط اللي عندي. هديهم تقليبه، الميكس هيبقى سائل شويه وده طبيعي جدا. وبعد كده هنزل عليهم التكه الاخيره وفي الاخر اللي هو 2 معلقه من البيكنج باودر صغيره، يعني 12 جرام، ومعلقه صغيره من البيكنج صودا، يعني 8 جرام. بس كده هم دول هيبقوا اخر مكونين، هم دول اللي هيدوني العلو بتاع الفادج في الفرن. طبعا دخلته انا على درجه حراره 180 لمده تلت ساعه. اول لما بيطلع بحط كده على وشه ورق زبده عشان خاطر يشيل كل الزفاره بتاعه البيض اللي بتبقى ستيكي كده ولازقه من فوق، وبعدين هشيل كده ورقه الزبده دي وهقلب معايا الفادج عشان اوريكي ما شاء الله الطراوه والنعومه والقوام العالي بتاعه اللي اخدناه من بس بيضتين، لكن بتكنيك حلو ولطيف. بصي بقى، هشيل كده ورقه الزبده اللي عندي من تحت، هتشوفي ما شاء الله القوام حلو قوي قوي قوي، وكمان اللون وكمان الهشاشه والطعم وكمان العلو بتاعه ممتاز جدا بجد ما شاء الله، كانك عاملاه باربع بيضات. هقسمه عندي بالنص علشان انا هعمل دسته جاتوه هحطها في الكادر عندي، فبالتالي هيطلع عندي 12 قطعه. شايفه الطراوه بتاعه الكيك عامله ازاي ما شاء الله، ده لو مش طري هيتكسر في ثواني. معايا هنا بقى 150 جرام من الشنطيه، عليهم 80 جرام من السكر البودره، وعليهم 30 جرام من الكاكاو الاسباني الخام، وعليهم 30 جرام من الحليب البودره كامل الدسم، وعليهم كمان 30 جرام من موس الفانيليا وتقدري تستغني عنه. هبتدي احط كمان 350 جرام من الميه الساقعه المتلجه على الخليط اللي عندي، هضربه كويس كويس قوي لغايه لما هيعمل معايا فوم وهيديني قوام كريمه. الكريمه اللي عندي زي ما انت عارفه طبعا انا بعملها بالمقدار بالظبط، يعني مش هيفضل معاكي ولا نقطه كريمه مع الدسته دي، مفيش هدر لا في الكيك ولا في الكريمه. اوكي هبتدي بقى احطها في الكادر كده واظبطها، وبعدين انزل عليها بالكريمه. ملحوظه صغيره، الفادج مش بيتسقي، الفادج لما بعمله جاتو مش بسقيه خالص عشان خاطر يفضل متماسك معايا وما لاقيش ان الكيك طري بزياده. هبدا بقى افرد عليه الكريمه كده كويس كويس بالسباتيولا، وبعدين اجيب منديل اظبط بس الحواف عشان لما تقطعي ما يظهرش ان الكريمه طالعه على مستوى الكيك وتديكي قطعه نظيفه باين فيها اللاير بتاعه الكريمه واللاير بتاعه الكيك. هبتدي برضو اظبط الطبقه الثانيه كده عليها واسكنها كويس، يعني اسكنها يعني اضغط عليها ضغطه خفيفه عشان خاطر امسك في الكريمه، واحط الطبقه الثانيه من الكريمه واسويها برضو بالسكينه بتاعت الحلواني او بترانش اللي هو الكبير ده، عشان ده بيبقى اظبط حاجه يعني بياخدها لك كلها مره واحده. اخلص الموضوع ده ادخلها بقى الفريزر تقعد ليله كامله، تقعد 24 ساعه براحتك، يعني تقدري تقعديها من ليله ل 24 ساعه مفيش مشاكل. معايا هنا كوبايه ونص من الميه، حطيت عليهم 3 معالق كبار من الحليب البودره، وحطيت عليهم تمن كوبايه صغيره كده من الزيت، يعني حوالي 4 معالق من الزيت، وحطيت عليهم مغلف كده من مصر كافيه بتاع القهوة هيديها طعم لطيف، وكمان تلت كوباية من الكاكاو البودرة الخام، وكمان حطيت عليهم نص كوباية من الشانتي. الشانتي طبعا أنا بنخله، هو مش دقيق ولا حاجة، لكن الشانتي بيتكتل لما العبوة بتاعته بتتفتح فعشان ما يعملش معايا حاجة. خدت الخليط ده حطيته على النار اتقلب كله مع بعضه وتجانس، نزلت عليه ب 400 جرام من الشوكولاته بتاعه سما اللي هي بالحليب، قلبت كويس كويس، صفيته كويس كويس. هبدا بقى ادخله
التلاجة شوية. لما بطلع الكادر من الفريزر بيبقى طبعا زائع ومتلج، بيبقى قوام الجناش اللي عندي هو كمان مش سخن ولا دافي، بيبقى بارد عادي خالص. ببدأ أصبه عليه بيتفرد بمنتهى السهولة. أخدت شوية بقى من الجناش اللي أنا كنت حطاه في التلاجة ده وابتديت أخفقه، هيديني لون فاتح وهيديني كريمة جناش. عايز أقولك إن كريمة الجناش دي طعمها فوق التحفة بشويتين تلاتة. حطيت عليهم بقى تلات معالق كبار من الشانتي، معلقة ونص عشان يعني يتماسك شوية، ما تماسكش حطيت له معلقة كمان عشان أنا هعمل بيها شغل كده فوق الجاتو، هيديني شكل حلو قوي. ده دلوقتي قوام التحفة بتاعها حلو قوي. هبتدي بقى إن أنا أفتح كده بالراحة قوي الكادر من على الكيك اللي عندي. هشيل الكادر طبعا بمنتهى السهولة، ما شاء الله ليرز تحفة وشكلها جميل قوي. بحط الترانش اللي عندي بتاع الحلواني ده في إزازة كده من المية السخنة بالطول كده لغاية لما كل الترانش يسخن. أبتدي بقى إن أنا أقطع، لأن التقطيع لازم تطلع نظيفة بالمية السخنة. ودي القواعد بتاعة الجاتو، أنا كنت جايباها من شاتو، قواعد لطيفة قوي، كانت حوالي 20 قاعدة ب25 جنيه. فابتديت ان انا برضو اقطع كده برضو بالترانش بتاع الحلواني، ادخل الترانش في المية السخنة وابتدي اقطع، يطلع معايا قطعة نظيفة وحلوة كده على قد مقاس القاعدة بتاعة الجاتو بالظبط. والقاعدة كده بيبقى ليها ماسك، بيبقى شكلها لطيف وبتدي يعني شكل حلو للشغل قوي. ما شاء الله طلع زي الفل وزي العسل، وكان طعمها بجد في منتهى الجمال. هبتدي بقى احط الكريمة الجناش اللي انا عملتها معاكي في طب 124 اللي هو بتاع الورد، وابتديت ان انا اعمل بيها رافلز كده، الجزء الرفيع لفوق الجزء التخين لتحت عشان تديني الشكل اللطيف الحلو قوي ده. هعمل اخر حاجة بس من الجرنش كده ان انا هديها شوكولاتة. انا معايا هنا القوالب بتاعة التارت اللي هي بتاعة السابلي، هبتدي ان انا اخدها كده واحط فيها شوية من الشوكولاتة الخام اللي انا مسيحها بدون اي زيت خالص. هبتدي بس يعني اسكنها كده كويس وادخلها التلاجة. هتبتدي طبعا تجمد وتاخد الشكل بتاع التارت اللي هو المنغبش الحلو قوي ده، هيبان نغبشته بقى لما احط عليه شوية من الدست الاكسدي اللي هو الدست النحاسي، هيديني لون وشكل حلو قوي. هبتدي اخد كل قطعة كده وحطها على طرف الجاتو، هيديني شكل حلو وبتبقى يعني شكلها كده يعني إليجنت وبروفيشنال وحلو قوي. بالنسبة للتكلفة، بالنسبة للتسعير، بالنسبة لسعر البيع والمقادير، هتلاقي كل ده في صندوق الوصف. ارجو 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 التفاعل باللايك وبالشير وبالكومنت الحلو، وما تنسوش دايما ان احنا مقاطعين. صباحكم دايما زي الفل.